النهارده ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود الجندي، صاحب البصمه الفنيه المتميزه واللي اضافت كتير للسينما المصريه والدراما وكمان المسرح المصري. اشهر افلامه كانت التوت والنبوت، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، شفيقه متولي، محطات كتيره جدا في حياه النجم الكبير محمود الجندي. خلونا نستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندي، حيث ولد في 24 من فبراير عام 1945، ونشأ في أسرة متوسطة الحال، وبدأ عشقه للفن عندما كان تلميذاً بمدرسة أبو المطامير الابتدائية، وكون فريق المسرح المدرسي ثم مدارس الأحد بالمدينة. الله أكبر، الله أكبر. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا حكيم. الله يكرمك ويبارك فيك. كان الفنان محمود الجندي أحد أبطال تحرير سيناء في أكتوبر عام 1973، وخدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات، وكان حينها مقاتلاً وتم تكريمه عدة مرات، وتزوج من الفنانة عبلة كامل بعد أن جمعهما فيلم الطوفان، لكن انفصلا بعد عامين. تزوج أيضاً من ضحى حسن وأنجب منها 3 بنات وولد هو المخرج أحمد الجندي، واستمر زواجهما حتى لقيت مصرعها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهما، كما تزوج بعد ذلك من الزوجة الرابعة هيام وهي ابنة الفنان جمال إسماعيل. آمان يا جدع ما تاخد المرتجع، ولا السكاكية ولا اللي تتسوق في السوق بالرسمال، تخش بيت العمارة يا جدع تاخد بمالك جمال وتعيش كريم يا جدع. شارك محمود الجندي في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ومن أشهر أفلامه واحد من الناس، خارج عن القانون، وعلى جنب ياسطى، والتوت والنبوت. بدأ محمود الجندي التمثيل بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والمسرحيات بعد حرب أكتوبر، لكن في عام 1979 كانت بداية نجوميته عندما شارك في مسرحية إنها حقاً عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، ومن بعدها شارك في مسلسل دموع في عيون وقحة مع الفنان عادل إمام، وبعدها ظهر بقوة في مسلسل الشهد والدموع الذي مثل فيه دوري الأب والابن، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وأصدر ألبوماً غنائياً باسم فنان فقير في عام 1990. أنا عايز أمشي جنب الحيط، وجوه الحيط لو أقدر. ربنا يستر، ربنا يستر. إن شاء الله. إن شاء الله. إنما أنت إن شاء الله بإذن الله يعني قاعد معانا هنا إن شاء الله. أنا مش قصدي حاجة طبعاً. والله إذا أنت تولع تنور، تنورنا والله. يا مرحب، يا مرحب. أبرز مسلسلات الفنان الراحل محمود الجندي عائلة الأستاذ شلش مع الفنان صلاح ذو الفقار، وضمير أبلة حكمة مع الفنانة فاتن حمامة، والعودة الأخيرة مع الفنان صلاح ذو الفقار. ومن أبرز أعماله المسرحية عنترة، مولود الملك معروف، شكسبير في العتبة، إنها حقاً عائلة محترمة، والرعب اللذيذ. توفي الفنان محمود الجندي يوم الخميس 11 إبريل عام 2019 عن عمر ناهز 74 عاماً نتيجة إصابته بأزمة قلبية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى. كان فنان متعدد المواهب محمود الجندي في السينما والمسرح والتلفزيون، وتقرير بيقول لنا كمان انه صوته كان جميل جدا، نفتكر المواويل الجميله اللي كان بيغنيها في مسلسلات وافلام كتيره، ونزل البوم غنائي بسنت سنه 1990 هو البوم فنان فقير. ربنا يرحم طبعا الفنان الكبير اللي احنا بنستعيد ذكراه النهارده محمود الجندي.